شمية النعورة تربحكم قضية رمضان. النعورة أصل الشمية. بقيت الربح مع شمية النعورة دونك اللي تدلل فيكم من عام 1948، أكثر من 70 عام خبرة، أكثر من 70 عام وهي حاضرة في كل دار تونسية. 5 بارفان موجودين على ذمتكم، ناتور، لايت، أموند، بيستاش وشوكولا زادة كيف كيف، ومتحصلة على سافور دو لاني للعام الثامن على التوالي. نكتشفوا سليم بون من غير نكتشفوه وين موجود، خلنا نعرفوا وين موجود في الزهرة. مرحبا سليم. مرحبا، صباح النور. امين شهرك مبروك سعيد، تحيه لك وتحيه للمستمعين الكل. سلموا على المستمعين تاعنا في البوليو سود الكل، وخاصه في الزهره. احنا موجودين توا في الزهره الليسي، 200 دينار بون دشا للربح من هدايا شميه النعوره باهين على الاخر، 200 دينار تقريبا قضيه رمضان. بحثنا صديقنا طارق، ان شاء الله يكون سعيد الحظ. صباح عليك خويا طارق. صباح النور. صباح النور خويا سليم. نلعب على 200 دينار باهين ان شاء الله، باهين ان شاء الله في وقت في رمضان. رمضان نقول لك من توا سيدي، كل عام تحيي بخير، شهر رمضانك مبروك. ان شاء الله رمضانكم مبروك ليك وبكامل البرنامج سي امين قال، ان شاء الله ببرنامجكم كل مبروك ليك بالتاريخ. يعطيك الصحه امين، ان شاء الله رمضانك مبروك يا يعيشك يا عيش خويا، ان شاء الله نهارك اسعد الايام، وان شاء الله رمضانك مبروك سعيد يا باهي. والفرحه تولي فرحتين مع شميت النعوره، وكان نربحوا توا مع بعضنا ال 200 دينار. سؤال صباحي كيما كل يوم، اليوم السؤال نتاعنا فيه توا بركة أمين كان يحكي عليها الحكاية، وباش نعاود نسألك أنت باش نقول لك سمي لي تروا برفان من شمية النعورة. ثلاثة هما موجودين، فما خمسة، حسيتي بثلاثة يز. ثلاثة شمية النعورة، شمية النعورة بالنسبة نعرفوا شمية النعورة عندنا اللوز هذيك تربينا عليها. مغروم باللوز. هذيك تربينا عليها. هذه بركة. وعندنا أنا ديما نقضي بريس، ديما نقضي، عندي صغار يمشوا معايا، عندي البنية تحب القوم تاع الشوكولا. ايه هذو مزوز. نزيدك واحد أخرى زيدني حيدة، تخبرك في اللايت، نعملوا حيدة في اللايت أكيد، شميت نعورة في اللايت. أما باهي اللايت، باهي اللايت والفصدق باهي. ها سميته ويعطيك الصحة. برافو يا سيدي، فيك يا جديدة اسمها اللايت كيما الفصدق. هذه راهو سميت لي ثلاثة، خلينا نزيد نذكرك اللي هما راهو موجودين، فما الناتور، فما اللايت، فما لاموند، فما البيستاش، وفما الشوكولا. دونك تروح كيما قلت لي قبيله، فرحة تولي فرحتين. اش قولك انت، وليت فرحتين؟ وليت فرحتين، وليت فرحتين بال 200 يا تروح. مبروك عليك. الله يرحم والديك. مبروك عليك تروح، ربحت معايا 200 دينار بون دشا من هدايا شمية النعورة باهين قبل رمضان. ان شاء الله رمضانك مبروك. وعلينا وعليك وعلى كيف البرنامج ان شاء الله. علينا وعليك برنامج وباين في وقته في رمضان، باين ان شاء الله. ان شاء الله ربي يبارك لك. كيما اليوم امين في الزهره، غدوه كيف 200 دينار اخرين بون دشا للربح من هدي سميت النعوره في العوينه. غدوه يجاونا للعوينه كي العاده فرد وقت. اي باهي تو عندك من اول الجمعه، نستنى فيك الصحفه نتاع الدروع، وانت والله راه حبيت تفهم روحك تو. قلت لك صحفه الدروع بالشبيه، صحفه الدروع وانت شيء ما فهمتش روحك تو يا سليم، مانيش فاهم عليه. بين قوسين سليم معناتها قال بجوج باش نوضح، معناتها قال بالفاكهه نحبهم بالفاكهه شميت نعوره، قال بيستاش وموندو لايت، معناتها اللايت راهي ماهيش فاكهه، معناتها جوست معناتها وكو. يعطيك صحه خويا سلايم، بارك الله فيك، ونسالك صحه الدروع ما زلت التوا. شميت النعوره تربحكم قضيه رمضان. النعوره اصل الشميه.